احنا جايين نغني ولا جايين نطبخ؟ احنا جايين نغني يا بوي. بقى ده وتطلعيه المكرونة الدشاميل دي. دشاميل؟ ده انا هدشملك. كيلو مكروني مسلوقي، نص كيلو لحمه مفرومه. كيلو مكروني مسلوقي، نص كيلو لحمه مفرومه. موتزاريلي مبشوره، صلصه بشاميل. ها انا عصق اللحمه ونقول الوقت صار. هاتي ورده يلا يا شبه واكتب معانا اللي جاي. هنسخن زيت عالنار ونحط البصل المبشوره لحد ما يتبلون. هنحط اللحمة المفرومة ونقلب قوي عالنار. وعنيك تشوف يا أموري اللحم هيتغير لونه للبني بده، ده مش هزار. هندق فص انتر ونقلب ونحط القوطة تكون حتت متقطعة. سمنطوطي سمنطوطي ونقلب قوي عالنار. ونحط نص صلصة ونسيبها يابا عالنار لحد ما تبقى مسبوكة. وقف بقي عشان اللي جاي مهم. خش بينه عالبشاميل. كوباية دقيق مع لتر لبن، ملح وفلفل اسود، معلقة سمن كبيرة. هنخليط الدقيق مع لتر اللبن ونحطه مع النار بمضرب سلك نقلب لحد ما يدوب الدقيق. وبعد ما يسخن شوية هنحط المرقة والملح والفلفل الأسود. وهنفضل نقلب ونقلب ونقلب ونحط السمن واحنا برضيك بنقلب. بكفاية تقليب دخني. هنحط المكرونة طبق غويط ها وفوقيه نص البشاميل. ونقلب بس مليح ونضيف الموتزاريلا. وهندهن الصينية بشوية زبدة. ونحط المكرونة وفوقيها اللحمة وفوقيها المكرونة وعليها باقي البشاميل. وندخلها الفرن. باشا باشا بشاميل، باشا باشا بشاميل، باشا باشا بشاميل، باشا باشا بشاميل. هي دي بقى البشاميل.